نروح لمباراه النادي الاهلي واسوان، واكيد عندك كلام كتير قوي. انا بحترم الابتسامه دي، اول ما بقول حاجه وتبتسم بحس ان انت في حاجات هنا كانت دايره واشتغلت. لا انا مبسوط، مبسوط من الاهلي. حلو بامانه. يعني الشكل بقى حلو، اتغير. في ناس ممكن اختلف مع حسن شويه ان ده مش الاهلي. انا عارف، ولكن احنا كنا فين؟ أيوة. والحب فين؟ ايوه. النهارده في ضغط. احد الاصدقاء قال لي نفس الجمله دي النهارده، والله الاهلي مش حلو. قال لي احنا كنا فين وبقينا فين؟ صح صح. ما هي دي النقطه. الخبره ربي يخليك. ما بهزرش، ده الخبره. يعني في الاخر انا بقول رايي زي يعني. لا وعاده، لا ما هو فعلا الاهلي مش اعظم حاجه. انت ككابتن حسن، انت شايف انه الاهلي المفروض يبقى احسن من كده بكتير. بالظبط. بس هو الكابتن عبد الجيب برضه في نفس الوقت بيقيسها. بالظبط. بيقيسها باللي فات. احنا قسينا كتير الفتره اللي فاتت على الاهلي. قسينا على طاهر محمد طاهر، قسيت على كريم فؤاد. لا بقول لهم الحمد لله على السلامه. حسين الشحات برافو عليك. في ناس النهارده بيقول لك مش حلو. لا انا شايف وانت شايف. لا في ريحه حسين بتاع زمان راجع. صح. صح. واقف على نفسه في الملعب، ما بيعملش ميس باص كتير، جريء. بس بمناسبه راجع، بمناسبه راجع، انا كنت بتكلم في الانترو، هي مشكله حسين الشحات انه مش يرجع، انه يقدم مستوى ثابت في اكبر عدد من المباريات. هو في كتير من المباريات لعبها مع الاهلي كويس. بس على فترات. صح. بعد كده يقعد ثلاث اربع مباريات او خمس مباريات مختفي، ويجي يلعب مباراه حلوه وهكذا. هي دي مشكله حسين الشحات، انه ما عندوش ثبات. من ثلاثة برافو عليك. يعمل ماتش وماتش وحش. صح. ماتشين حلوين وماتش وحش. صح. اوكي. بس هو بقى له فتره بيعمل ماتشات كلها وحشه. فانا دلوقتي عايز يرجع بس سنه ياخد الثقه. صح. كريم فؤاد لا كويس ابتدى. كنت شوف احنا فاكر اقول لك اول واحد يمشي لا بيحاول، والشويه اللي بيلعبهم بيبان. اللي عجبني قوي يمكن انا حسن النهارده معاه متفق معاه ان هو مش زي مستواه الفتره اللي فاتت، محمود متولي. لا لا لعيب كبير. لعيب لما خد اثبت. في كورتين النهارده ما هو حسن خليه يكلمك عليهم دلوقتي. وان كنت انا عجبني الثنائيه بتاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم، ده عشان كويله كمان. أيوه. بس بقى نفسه في كورتين مش طبيعيين. كنت بنتكلم في الاوضه. انا تقريبا غشش كل الكلام اللي انت كنت بتقوله. لا 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 والله سامعك. انا بيقول الكابتن حسام بيقول ايه. يعني انت رؤيتك حلوه يعني بجد، من الناس اللي بتفهم في الكوره كويس. يا رب يخليك يا كابتن حسام. تسلم يا رب. طيب ايه رايك النهارده في المباراه في النادي الاهلي واسوان؟ بختلف معك، اول مره اختلف معك يا حبيبي. لا صح صح. احلى واحد في الدنيا يقبل الاختلاف اهو. لا لا هو كابتن عبد الجليل ليه وجهه نظر انه فعلا قال لك ان احنا كنا فين وبقينا فين. صح. انا بقول النهارده النادي الاهلي ما كانش وحش بسبب الثلاثه اللي كانوا قدام. حسين الشحات ماشي مع الكابتن عبد الجليل النهارده ادى اداء بالنسبه لي. انت مستني اكتر؟ انت مستني منه اكتر؟ متوسط بس. يعني اهي خطوه لقدام. عبد القادر هو اللغز بتاعي. اللغز يجنني. ليه بقى؟ لاني بيمشي على سطر ويسيب سطرين. يعني انا كنت بقول ايه، يمشي على سطر ويسيب سطر. يعني تلعب ماتش كويس وماتش تاني وحش. لا النهارده انت الماتش اللي فات والماتش ماتش الاسماعيلي والماتش النهارده عندك المهاره ان انت تعدي واحد على واحد، ممكن تعمل كل حاجه. عندك القوه، السرعه، المهاره، الشوتنج، التكمله. النهارده ما كملش، ده في كذا كره بتترفع من ناحيه اليمين مش موجود جنب شادي. صح. التكمله يا جماعه. النادي الاهلي بيكسب اي حد بالكثافه العدديه في ال 18. مظبوط. هي ديت، هو ده النادي الاهلي. صح. ونادي الزمالك دلوقتي بدا يعملها. صح. بس عبد العزيز عنده كمان مشكله كده حسن لو لاحظتوها، يعني انه لما بتجي له الكوره يا ريته حتى بيروغ على طول، ده بيقعد يفكر كتير جدا. بطء في القرار مش طبيعي، بطء في القرار. يعني عارف انت مثلا لو انت هتاخد الكوره وترقص هتقول ايه؟ فبلاش لعب فردي وحاول، بس اسمك ايه؟ خدت القرار. هو ما بياخدش القرار بسرعه. بالظبط بالظبط، ما بياخدش القرار. مش عارف، انا برضو عايز افهم. وفي اوقات لما بياخد القرار بيرقص اي حد. هي دي النقطه. لعيب حريف طبعا. يعني عارف كابتن عبد الجليل لما كان الواحد بيتفرج عليه زمان، لما بياخد القرار ويعدي، هو واخد القرار هيعدي خلاص. انت عبد القادر بيقعد يفكر يفكر. يمكن انا بقول بيفكر عشان طبعا اكيد المدرب بيقول له الناس، واحنا يا ابني بلاش تمسك الكوره كتير، يا ابني العب مع الناس، العب مع الناس. فهو عايز يفكر، طب يا ترى عدي ولا باصي؟ ممكن ده اللي بيأخر تفكيره الشخصية. طب يا كابتن بالظبط الشخصية، كابتن والقرار، الشخصية والقرار. انا الكوره دي المفروض اعدي ولا باصي؟ ايوه هو دوت. يعني انا هرقصك ولا اعدي؟ طب واحد على واحد ده اعدي ولا باصي؟ طب الحل ايه في اصل انا خايف يروح في الوبا زي ما حسين راح في الوبا شويه وطاهر محمد طاهر. خلي بالك يعني هو لازم يركز.
لازم يركز. خد بالك الراجل ده مش بيصبر كتير. برافو عليك يا كابتن. هو بيثق في اللاعبين بس هيديهم مره واثنين وثلاثه. والنهارده في المؤتمر الصحفي كان متضايق. في المؤتمر الصحفي قال كان في قرارات خاطئه وفي فرص ضايعه. يعني هو ده اللي انا بقوله ان هو الضغط اللي هو السمه بتاعه الراجل دوت من قدام ما كانش. حتى الاثنين اللي في الديفندرين كان برضو القطع بتاعه النهارده وحش. صح. غير ديانج الماتش اللي فات كنا بنثني عليه وكان لعيب جامد جدا وبيعمل كل حاجه كويس. الجري اللي انا بقوله اللي هو جري اعاده الشفاء بقى الاستشفاء بتاع ديانج مش عارف ما كانتش كويسه النهارده. النهارده برضو بعيد الخطوط. لو تاخد بالك الثلاث خطوط كان بعيد عن بعض قوي. الديفنس كان النهارده صراحه مش عاجبني صراحه. لولا النهارده اسمه ايه دوت عبد المنعم لا كانت النادي الاهلي. النهارده سرعه في كوره اختراق سرعه عبد المنعم. ايفونا سريع جدا بالظبط راح جابه. محمود متولي انا بعتب عليه في كور واحد على واحد لازم يبقى اشرس واقوى من كده. يعني مع في ماتش الديربي اللي جاي واحد على واحد مع زيزو مع سيف مع الزبيري مش هختلف معاك بس ممكن اقولها بشكل تاني ان هو المشكله مش انه يبقى اشرس او اقوى. المشكله انه ياخد قرارات سليمه عشان هو احيانا يعني النهارده بس نزل خد تاكلينج قوي جدا بس كان بايع نفسه خالص فاللاعب خد الكوره. فهو المشكله انه احيانا بيبقى شرس بس مش في محلها بالظبط. يعني ما بيتقالش يعني زي ما بيقولوا كده المدافع بيتقال لو ما بيتقالش او تاخد مثلا اللاعب يعني في تفاصيل كده بس هو محمود عشان هو يمكن لعيب كوره قوي عين عليه عشان حريف عشان حريف قوي بيتوقع وممكن توقعاته دي يجي واحد بيقول لك الاوز على اوز ما يبرمش فيجي واحد صحيح تروح في ده